السلام عليكم مراد السيدي فيس بريزيدون مجموعة أوديسي. اليوم احنا فرحانين على تواجد ديالنا هنا في افتتاح ديال معرض من معارض شركة أوديسي اللي هو معرض المشأن الخامس في المجموعة اللي في مدينة مراكش، وإن شاء الله غادي يكون مفتاح خير علينا في المدينة هذه حتى هي كالمدن اللي فيها الشركة الأخرى. والشركة أوديسي اللي هي شركة مغربية 100% ديال صناعة المواد الصحية البرودوي سانيتير اي اوسي حتى لي باب سال دو فان لي كويزين لي دريسينغ. وان شاء الله كنتمنوا حتى حنا نساهموا في المبادرة نوفروا حتى حنا الفرص الشغل اللي هو ان شاء الله غتكون واحد تقريبا واحد 25 فرصة شغل ديريكت و 40 ان شاء الله انديريكت. وان شاء الله الله يوفقنا على الله يوفقنا على المبادرات الطيبة ان شاء الله، والله يجعل بلادنا تزيد غير قدام ان شاء الله. Thank you.